عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسته الافتتاحية في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني. وخلال الجلسة وافق المجلس على إرسال برقية تأييد لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة والمتوازنة وخطواته الواعية على مختلف الساحات الداخلية والعربية والدولية. وأكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الشعب المصري ونوابه يقدرون الرئيس عبد الفتاح السيسي خوض معارك تطوير وبناء صروحه الجديدة للإنتاج تليق باسمها وتاريخها وتراثها، مؤكدا أن المرحلة السابقة على قصرها شهدت إنجازات عظيمة يقوم على كل منها شاهد ودليل. إن مجلس النواب المعبرة عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، يعلن تأييده الكامل للسياسات الحكيمة والمتوازنة وخطواتكم الواعية على الساحات الداخلية والعربية والدولية، والتي كانت ثمارها يانعة وارفة الظلال. ويقدر لكم شعب مصر ونوابه حفظكم لهيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها